شنو كاينه كاينه الدوره الميزانيه اسمع باش شي واحد ما يحرك اسمعني انا انتما كتهضروا حنا كلشي كيهضر انا كنهضر انا اسمع انا شنو واقع وحيت مخصو باش يجيو معاهم ويشوفوا على حسب التضرر على هامش نعيق الدور الاستثنائية لمجلس البلدي المدينة العرائش يوم الخميس 12 هاتي احتجاجات لساكنة جنبة الشرقية تواصل الجلسة في حين هناك احتجاجات خارج الجلسة كما تشاهدون نعود لمواصلة تغطيات الجلسة كانت احتجاجات الساكنة خارج